ينضم إلينا استشاري طب الطوارئ الدكتور باسم البحراني. أهلا بك دكتور باسم. هل هناك إقبال من قبل السعوديين على تلقي هذا اللقاح، أم يعني ما أثير حول اللقاحات في العالم من نظريات مؤامرة ويعني غيرها، زرع شرائح وغيرها من الأقاويل أثرت على صدقية هذه اللقاحات عند الناس؟ طبعا مسألة مأمونية اللقاحات هذه يمكن هي أهم مسألة تشغل بال المواطنين السعوديين، كل المقيمين هنا في المملكة وحول العالم. يعني مسألة مأمونية اللقاحات هذه لعلها تؤثر في البداية في مستوى الإقبال على أخذ اللقاحات، ولكن مع توالي النصائح وتوالي الإقبال على أخذ هذه اللقاحات، مثل ما شفنا اليوم معالي وزير الصحة قام بأخذ اللقاح بنفسه وكان من أوائل الأشخاص اللي أخذوا اللقاح، وهذه رسالة واضحة على مأمونية هذا اللقاح. يعني مسألة أنه اللقاح في يعني شرائح أو اتصال بشبكات الـ5G وغيرها، يعني كلها أحاديث لا يعني لا يوجد أي دليل على صحة. طيب كيف تسير عملية التلقيح حتى الآن في يومها الأول؟ طبعا في اليوم الأول طبعا بدأت الآن عملية التلقيح في المملكة، طبعا تكون في مراكز محددة على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق. سيكون الإقبال كما ذكرت يعني قليل، يعني وهذا شيء متوقع للقاح جديد. الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى طبعا هي فئة كبار السن فوق 65 عام، الطاقم الطبي، الأشخاص اللي أوزانهم كبيرة بحيث أنه كتلة الجسم تتعدى 40، الناس اللي مناعتهم ضعيفة، اللي عندهم أمراض مزمنة. في النهاية المهمة هي على عاتق الطاقم الطبي وعلى الإعلام بنشر المعلومة الصحيحة لتشجيع الناس في النهاية لأخذ هذا اللقاح وإنهاء هذه الجائحة. طيب الفئات التي ذكرتها، كبار السن الذين لديهم حالات يعني طبية معينة، من يتعاطون مباشرة مع المرضى، يعني كل الأطقم الطبية، هل هي ملزمة بأخذ اللقاح أم أنه أيضا يعني ليس ضروري بالنسبة أو لا تلزمونهم به؟ طبعا اللقاح سوف يوفر بشكل مجاني للجميع من المواطنين والمقيمين في المملكة. مسألة ليست إلزامية، المسألة اختيارية، ولكن كما ذكرت مع الوعي، مع النصيحة، مع توضيح الحقائق، توضيح مأمونية هذا اللقاح، سوف تتزايد الأعداد. وأتذكر في 2009 مع إنفلونزا H1N1 في ذلك الوقت التي انتشرت أيضا ظهر لها لقاح، وكان في تردد في البداية في أخذ هذا اللقاح، ولكن مع الوقت بدأ الناس يتعودوا على أخذ اللقاح، ثم أصبح جزء من تطعيمة الإنفلونزا الموسمية، وأصبح شيء يعني من الماضي، لا يذكر مسألة، يعني ذكرت نفس المخاوف الآن ذكرت في ذلك الوقت. فيعني الزمن، الوقت، الوعي سوف يكون كفيل بتعاطي الناس بشكل إيجابي مع اللقاح. طيب غير قضية الإعلام وأيضا أن يعني يقوم أو تقوم شخصيات معينة بأخذ اللقاح، ما الذي أو كيف يمكن تحفيز الناس على الاقتناع بأن يأخذوا هذا اللقاح باختصار لو سمحت؟ الإعلام له دور كبير، الدور الأطباء لهم دور كبير، المنصات الموجودة سواء كانت المنصات في الوسائل التواصل الاجتماعي، المشاهير اللي موجودين في الأوساط الاجتماعية، كل من له قدرة على الإقناع عليه أن يقوم بتوعية الناس بأن هذا اللقاح آمن، وهذا اللقاح تم دراسته بطريقة محكمة وليس أمرا جديدا، أو لو ليس هناك ما يدعو للخوف أو كونه مؤامرة أو أي شيء من هذا القبيل. شكرا جزيلا لك استشاري طب الطوارئ الدكتور باسم البحراني، كنت معنا مباشرة من جدة، شكرا لك. شكرا لكم.